مساء الخير، رجعنا من الفاصل ودي فقرة كلام موزون. هتبقى معانا الدكتورة إيمان الرئيس، هي مستشار تربوي وأسري، علشان نتكلم في المشاكل اللي اوريدي موجودة في المجتمع المصري، وهي الطلاق وتأهيل الطفل لحالة الطلاق. بنعمل إيه بقى يا دكتورة مع الطفل؟ اولا مبروك أولا يا رانيا، بجد برحب بيكي حبيبتي وميرسي مبروك جدا وربنا جدا. يوفقك يا حبيبتي ان شاء الله. ربنا بصي، يخليكي. هو دلوقتي نسب الطلاق عالية جدا، فاحنا مش هنقول ازاي نتجنب موضوع الطلاق، بس هنقول ازاي نهيئ الطفل لموضوع الطلاق وازاي ننفصل بهدوء من غير ما نعمل لاولادنا مشاكل. دي اهم حاجة بالظبط، خلينا نتفق في الاول خالص ان الطلاق ربنا حلله، طبعا. احنا بنعمل حاجة حلال. تاني حاجة، احنا اخترنا بعض قبل الجواز، لكن ولادنا ما اخترنا، ما حدش فيهم اختارنا، صح. فلازم نعرف ان دول امانه. فاي حاجه هتحصل لهم نفسيا او اجتماعيا او سلوكيا، احنا اللي دي نتحاسب احنا عليها. السبب فيها. ليه؟ لان دول زرعتنا. طيب انا لو هنفصل، طيب مش ولادي دول عايشين في البيت فشايفين ان في جو توتر جامد جدا، فخلاص وصلنا لمرحله ان احنا لازم ننفصل. طيب ساعتها الانفصال بيبقى احسن، ده لان هما بيشوفوا مشادات ومشاحنات وحاجات. بالظبط، وحاجات بتأثر عليهم نفسيا كتير جدا. عشان كده بنلاقي في اطفال لما بتتعاملي صح مع طلاق نفسيتهم بتتحسن بعد. صح، بس ده في حاجه حقيقي. بقى مهمه، في اب وام بيبقوا متفاهمين جدا بس وبيخافوا. دي نادرة. شوفي، دي بصراحه نادرة لان اوقات نادرة. هما بيعاندوا بعض في الولاد، يعني اوقات بيتحدوا بعض ده في حقيقي استقطاب الولاد، ده حقيقي. فبيستقطبوا الولاد بطريقه غلط. عشان كده من ضمن الكوارث اللي بيعملوها الاهالي مع بعض ان انا ابتدي استقطب ابني، في ان انا اكسر له رولز حاجات معينه. يعني مثلا انا لو انا بقول هخرجك له الساعه اكتر. بالظبط، انا مثلا الساعه 9 عايزين في البيت براحتك، ما تاكلش من بره، لا كل براحتك، هتيجي عندي واكلك. عشان يبقى الفري عند بابا او ماما. فبالتالي بقى مين اللي بيضايقني؟ اللي هو اللي ماشي صح في الطرف حياته، التاني. الطرف او الصح. ان انا اديله فلوس كتير قوي، او ان انا اخليه جاسوس. دي اسوأ حاجة، دي فهم اسوأ مش حاجة في الدنيا. متخيلين قد ايه ان الحاجات دي بتبقى كارثيه. بصي، احنا اوقات في تربيه الولاد بنبص تحت رجلنا، ما نبصش قدام، بنبقى عايزين ناخدهم وخلاص. يعني هو كل استقطاب. الهدف اللي بيبقى من طرف من الاطراف ان انا اخدهم عشان اضايق الطرف التاني. بالظبط. لكن لو احنا حطينا في دماغنا ان خلاص مش عشان هو زوج فاشل يبقى اب فاشل، لا بالعكس خالص، ده في ناس ممكن. ابهات هايلة، يعني هي اصلا ممكن صح، تبقى زوج فاشل 100%، بس اب ولكن هو اب كويس هايل. جدا. وخلي بالك اوقات كميتنا ما بتبقاش مع بعض، يعني خالص. احنا ممكن بعد ما نتجوز ونعيش مع بعض يبقى احنا مختلفين، او المرحله العمريه اللي انا اتجوزت فيها لو كنت رجعت تاني كنت غيرت الاختيار شوية. اختيار. عشان كده كل ما بنكبر اختياراتنا تبقى احسن صح وافضل، صح بتفكري من زاويه مختلفه. فعشان كده نعمل ايه مع لأن اولادنا؟ في ناس بتاعتها بتبقى عايزة تتجوز وخلاص، فهي بتتجوز. للاسف. او هروب اوقات من البيت، اوقات فهم عشان ابقى زي صحابي، اوقات نفسي بالظبط البس فستان، نفسي يبقى ليا مكاني لوحدي. فدي برضو، بالظبط بس خلي بالك الجيل اللي طالع مختلف، بيفكروا اكتر بيجوزوا متأخر دلوقتي، مش زي. بيفكروا بمنطقيه اكتر. فاهمه قصدي؟ طب نرجع للأطفال. للاطفال. بصي بقى، الجزئيه بتاعت الولاد احنا ما بيبقاش شويه عايزين للاسف بعد الطلاق ما بيكونش بطريقه صح ان انت تندمي الطرف التاني عليكي. تمام فتبتدي صح. تندميه ازاي؟ تبتدي ان انت تكسري كل القواعد. انا بقيت احسن من غيرك، او انا بقيت احسن من غيرك، وبتبقى الولاد هم الضحيه. صح. اذا كان في فلوس، يعني ان انت يتحدى الام في فلوس وانا مش هدفع له، صح. او مش هشوفه، او مش هكلم ابني عندا فيك، او مش هديلها المصروف اللي بياكلوا بيشربوا بيه. صح. فخلينا نتفق على حاجه، بعد عمر طويل انتوا هتتسالوا على اولادكم، لان هم ملهمش ذنب. فخلينا كده ما ننفصل، ننفصل باحترام وبادب وباخلاق. بشوف حالات كتير جدا يا رانيا، كتير الاب بيبقى هيموت على اولاده ونفسه يشوفهم، ده حقيقي. والأم ما بترضاش والام نهائي. ما بترضاش. لا، والكارثه بقى دي تكرههم كمان في تكرههم في الاب او العكس. او العكس. تمام. فبتلاقي يعني نفسيه الولاد بيصعبوا عليكي، هم ما لهمش اي ذنب في كل ده. فخلينا نتفق لما احنا نكون ناس محترمه وعارفين ربنا، نبتدي اول حاجه نعملها ايه؟ انا اقعد معاكي ونعمل قواعد. والله احنا اول حاجه انت ليكي احترامك وانا ليا احترامي، صح، ما دي ينفعش اتكلم وحش على الطرف التاني. خالص. كل واحد فينا احنا خلاص قررنا الانفصال، ممكن نبقى صحاب، صح. عشان انت هتفضلي امهم وانا هفضل باباهم. ده لما فر منه. بالظبط كده، ده لما فر. بالظبط. فانا اللي يهمني الولاد. عشان كده ما بنتعامل غلط مع الولاد في المرحله دي في السلوكيات دي، بيظهر لي عندي مشاكل دراسيه،
سلوكيه اجتماعيه نفسيه عند الولد او البنت. بتحصل فعلا كتير يعني هنقول منها كتير قوي. طيب انا بقعد مع بعض ونقعد نتناقش زي ما بتتفقوا كده يا جماعه، نقول لهم ايه بقى يعني، نقول لهم ايه وهل ابتداء من سن ايه الاطفال يبتدوا يفهموا؟ طيب خلينا اتفق معاكي، زي ما بتقعدوا كده تتفقوا على المؤخر وعلى مش عارفه لا ايه، لا انا اقصد هنقول ايه احنا للولاد. ما انا هقول لك زي ما اتفق على كل ده نتفق برضه هنعمل ايه مع الولاد وهنقول ايه للولاد. اوكي. مع الاطفال الصغيرين خالص اعمليها تدريجيا، يعني ما تقولهمش كده مباشره انا هنفصل انا وبابا وماما ومش هتشوفوه زي الاول ومش تتكلموا، لان اوقات ما ينفعش نخوفهم خالص خالص. احنا في حاجات كنا بنعملها مع بعض مش هنعملها مع بعض. ونبتدي ندرجها واحده واحده واحده، وفي نفس الوقت هم الولاد لما يلاقوا البيت هادي عن الاول فيقول لك لا بابا كده احسن ماما كده احسن. يعني احنا كده مرتاحين اكتر. نبتدي نعمل طقوس اللي كنا بنعملها، العادات اللي كنا بنعملها نفضل نعملها، بمعنى كل جمعه كانوا بيروحوا عند تيتا وجدو يفضلوا يروحوا برضه، كل جمعه مثلا كنا بننزل نشتري حاجات البيت مع بعض، ايه المانع؟ ما انا هو انا يكره واكره واشتم وابعد؟ لا، وبعدين في علاقات انسانيه لابد انها تستمر، ده لازم يعني هتستمر. مش هينفع اتنين متجوزين ومعاهم اطفال هيقطعوا علاقتهم ببعض، ما ينفعش. صح. يعني بشوف ناس بتعمل بلوك لبعض وما تتكلمش وما تردش، طب يعني فرضا ولادك جرى لهم حاجه، فرضا ولادك جرى لهم حاجه، يعني ازاي تعملوا كده مع بعض؟ هو ده بقى الفرق، هو ده الفرق بين الناس المتدينه المهذبه المتعلمه المحترمه اللي بيخافوا على اولادهم. بيبقوا متعلمين على فكره، والله بيبقوا متعلمين. لا، هو في فرق بين التعلم ان انت اتعلمتي وخدتي حاجات وبتطبقيها وانت معاكي شهاده بس يعني بس تيجي في الحاله الاجتماعيه تلاقيهم لا ولا اي حاجه خالص، تمام؟ فخليني اتفق معاكي، لا احنا اول خالص لازم نقعد معاهم نتكلم. مش هدرجها لهم مره واحده، مش اقولها لهم مره واحده في وشهم كده انا وبابا يا حبايبي سيبنا بعض فمش هتشوفوا بابا تاني. لا، ده بابا بالذات للاطفال الصغيرين من سنه 3 سنين، هنقول 6 سنين، متعلقين قوي بالاب والام، بيحبوا الدفء بتاع الاسره قوي. فبابا مسافر، طب وانت بقى فاهمين لازم تكلمهم كل يوم او تكلميهم كل يوم. هو غالبا الام اللي بتاخد الاولاد في المرحله الصغيره. بنيجي لما بيكبروا شويه بقى عندي مشكله مع الولاد، لما بتكبر بالذات الولاد الصبيان المراهقين في الفتره دي محتاجين اب جدا. اكيد. فتلاقي الاب ما خدش ما تعودش على ابنه. عودوا ولادكم ما بينهم الاثنين بالظبط. عودوا ولادكم بعد الانفصال على اهاليهم، يعني مثلا لو في ام خليه يشوف مامته، لو في اب خليه ان بعد كده لما هيكبر يبقى فعلا محتاجه. مش هيعرفوا يتعاملوا مع بعض. لا خالص. مش هيعرفوا يتعاملوا مع بعض خالص. فخلينا نتفق كده العادات اللي بيعملوها مع بعض، الحاجات الكويسه مع بعض، حتى يشوفوكم كده مع بعض في التليفون بطريقه مهذبه. طريقة محترمة، حتى ايه المشكلة يجي يتغدى عندك في وجود حد من اهلك، انت موجودة معاه بره؟ هو احنا لازم ليه نبهدل بعض ونهزق بعض؟ لازم يبقى في وليه يبقى في تجريح ويبقى في اهانة وليه؟ ما كل الحاجات دي بتخلي عندي طفل بعد كده هقول لك بقى كذاب. ايه بقى النتائج اللي بيترتب عليها الكلام ده؟ كتير. ممكن يبقى طفل انطوائي. بصي، من الاطفال الصغيرين ممكن يجي لنا تبول لا ارادي، يجي لنا اوقات بيبقى ارق في النوم، اوقات سلوكيات صعبه جدا، عنف، مستوى دراسي بينحدر، وحتى احنا لما بنلاقي الولد مستوى الدراسي ينحدر بيجيب الاب ام بعرف ان حبيبي في حاجه، في مشكلة. بعد ما كان فيه اهتمام قوي قوي فالام بقت بتفكر في المصاريف فبتتخانق مع الاب اوقات. بنعمل حاجه كارثيه. اما تكوني متضايقه او زعلانه بتطلعي غضبك في ولادك غصب عنك، ان هم لما بيجوا مثلا ماما ماما مش عارفه احنا عايزين مش دلوقتي، مع انك انت قادره او مش عايزه اسمع ماما دلوقتي، مع انك انت قادره تردي عليهم على الطلب ده دلوقتي وتخلصي بس من الاسترس اللي الواحد بيبقى فيه. بالظبط. عشان كده لو هم بيبقوا مظلومين، لو انت ام او اب حاولوا تفصلوا نفسكم شويه في الوقت ده عن الولاد. عشان كده لازم يبقى في برضه حاجه دراسه او تاهيل الانفصال للاب والام. عشان اكون انا نفسيتي كويسه اعرف اتعامل مع اولادي. ما هو انا ازاي بدل انا مش عارفه اتعامل مع الانفصال اتعامل ازاي مع اولادي؟ صح. لازم اكون انا نفسيا كويسه اذا كنت اب او اذا كنت ام. ساعات في طرف بيرفض حاجه زي دي. كتير يعني بشوفها. يعني في ناس بترفض مجرد ان هي تروح لدكتور نفسي او استشاري اسري او استشاري الاسري دلوقتي بيبقى اهون شويه من الناس يقول لك انا مش مجنون. والله مش عند موضوع جنان. مع ان هو يعني مش يعني هو اتظلم في الجزئيه دي ومش مجنون خالص. خالص. بصي، وكل لما هتطلعي برضه هقول لك، كل ما بيبقى الجيل بيتغير بيبقى وجهه نظرهم في الاستشاري الاسري او النفسي او التربوي مختلف. بيبقوا عايزين حد يساعدهم، لان خلي بالك اكتر كارثه الاستشارات المجانيه من اللي حوالينا. تجربتي غير تجربه حضرتك. غير معلش انا ما اقدرش اخد منك نصيحه واحنا مختلفين. او اوقات كمان في صحاب بتوقع.
يعني في صحاب بتوقع وفي واحدة بتحكم بشخصيتها هي، يعني في ستات بتبقى قوية ممكن هي خلاص تتحمل مسؤولية وخلاص وتكبر دماغها من الراجل ومفيش مشكلة، في ست تانية لا انت ازاي تعملي كده، اضغطي عليه ما توريهوش الولاد سوي، لا انا مش هينفع اخد نصيحة من واحدة هي اوريدي شخصية مختلفة. صح. اول حاجه لاي اب وام، عشان خاطر ربنا قبل اي حاجه، بلاش تنتقموا في ازواجكم في ولادكم. هما الولاد ما لهمش ذنب ان هو شبه مامته او شبه باباه، ما لهمش ذنب ان هو صح جه الدنيا وانت اللي جبتيه، فانت السبب في اللي انا فيه، لو ما كنتش انت جيت كان زماني بقيت براحتي صح واتجوزت فخلينا لا هما حرام يتقال الكلام ده للأطفال، ما حرام. لهمش اي ذنب خالص، فخلينا نتفق مع بعض، يعني رحمه بيهم رأفه بيهم كمان. ان احنا بنلاقي مع الاطفال مشاكل كبيره جدا زي ما احنا قلنا كده، سلوكيه وتعليميه واوقات حتى لما بيكونوا شاطرين جدا في الرياضه بيضعفوا في الجزئيه اللي هم حتى بيحبوها. طب خلينا نتفق مع بعض، انا كأب وام مهذبين ومثقفين وخايفين عليهم، نتكلم مع بعض بالراحه، نتفق، نحط رولز مع بعض، 1 2 3. طيب لو انا ربنا كرمني بزوج غير متعاون او طليق منفصل غير متعاون، وغالبا بتحصل. غالبا بتحصل، على قد ما تقدروا ما تحاولوش تسوقوا صورة بعض للولاد، يعني بلاش تقولوا شوف بابا ما بعتش فلوس، مش عارفة، بص مش عايز يشوفك، مش عايز يكلمك. حاولي صدقيني بالعلاقات الكويسة والمعاملة الكويسة بتخلي اللي قدامك يلين. لو هو وحش ما تعامليش معاه بالوحشة بتاعته، هو إنسان وحش خلاص، بس خلاص صدقيني لو انت عملتي اللي عليكي قدام ربنا هو ربنا لازم هيقف معاكي. أكيد. فهو لو هو تصرفاته مش كويسه لازم بقى حد بديل بقى. يعني ايه بديل؟ بمعنى بصي بقى، طب ما انا ممكن تحصل ظروف للاطفال، لا قدر الله الاب يموت، الام تتوفى، ساعتها اقول الدنيا وقفت؟ لا ما وقفتش، هي بقى في بيجي جدة البديل. في خالة في صح، اب بديل يعني مدرس، يعني خال، يعني عم، يعني ممكن يكون زوج جديد، يعني مدرس، يعني امام مسجد، يعني حد يقوم بالدور اللي الاب الطفل مفتقده، فبالتالي الطفل مش هيحس ان في حاجه ناقصاه، لان في حد في العلاقات الاجتماعيه الصوره كامله عنده هو على فكرة مكتمله. في بعض الحالات الولاد فيها بيتعودوا خلاص على عدم وجود الأب، ما هو دي بقى ودي بتبقى مشكلة، هقول لك مشكله ليه. هو أو مشكله على فكرة عدم وجود الأم برضو يعني وارد إنها تحصل، لأن في أبهات بيبقوا واخدين الولاد، بس هو مين لي الولاد لما بيحسوا إن خلاص الأب مش موجود بيتعاملوا، بصي خلينا اتفق معاكي، لا بديل للاب او للام، هو لا بديل بس التعود بقى دي مشكلة. مفيش بديل، بس لما بتتعودي على حاجه بعد كده ما تعرفيش تديها، يعني لما هتكبر مش هتعرف تبقى ام كامله، مش عارف يبقى اب كامل، بالظبط او ممكن يدي قوي بس مبقاش عارف اللي ليه واللي عليه، او صح ممكن سبحان الله ربنا يكرمه ويبقى احسن، انه عايز يثبت لنفسه العكس. اتكرمت من حاجه فانا هدي لولادي كل حاجه. فاهمه قصدي؟ هو خلاص اتعود والدنيا ماشيه معاه كويسه. امتى بتعرفي ان الطفل عنده مشكله؟ لما تلاقي السلوكيات عنده غريبه. بمعنى يعني مثلا انا يعني ابني، اتغير في طباعه مثلا. بالظبط انا ابني اوكي مثلا كان اجتماعي وبيحب يتكلم مع الناس وبيحب ينزل وبيحب يخرج، مره واحده بعد مرحله الانفصال لقيتيه عكس كده، يبقى في حاجه غريبه. صح. صح طيب كان بيحب ياكل، بيحب اكلات ما بقاش يحبها، كان بيحب يتكلم مع صحابه ده وده وده، ما بقاش يحب يتكلم مع حد، الرياضه ابتدى يبعد عنها، الاهل ابتدى، دي سلوكيات غريبه، ابتدى يظهر عليه حاجات، ابتدى يخس، ما بياكلش، ما دي كلها علامات تبين لك ان في حاجه غلط في حياه ابني او بنتي، لازم اقعد اتكلم معاهم. طب نعالجها ازاي بقى؟ لا ما انت لازم تعرفي الاول السبب، يعني هقول لك، عشان في اسباب كتيره جدا، ممكن مثلا بدايه مرحله المراهقه ممكن الولد او البنت يمر بالحاجات دي كلها، اوكي فانت بتبقيش عارفه هل هي مرحله مراهقه، فبالكلام وجسر التواصل بينك وبين ولادك بتعرفي. ساعتها لما تعرفي المشكله فين هتعرفي تعالجيها. اوكي فاهمه قصدي؟ يعني مثلا المشكله لو اوقات كتير والله بقابل اطفال صغيرين يقول لك بابا وحشني، بقى لي مثلا شهر او 2 ببعت له مش بيرد عليا، ببعت له مش بكلمه، مش بيرد، يعني مش عارف اكلمه اتواصل معاه، ففي الحاله دي هتعملي ايه؟ في الحاله دي البديل على طول، البديل بقى يعني هو ايه؟ الاب البديل، العم البديل، المدرس البديل. انت ممكن نفسك طب تبقي ولو ما بديله، فيش بديل؟ بقول لك اهو، انت نفسك ممكن تبقي بديله. ليه الولد ممكن يكون بيحب الاب او البنت بتحب الاب او الام اكتر؟ عشان بيعرفوا يتواصلوا معاهم، بيعرفوا يسمعوهم، يتكلموا معاهم، يفضفضوا معاهم من غير ما حد ينتقدهم ويزعق لهم ويشخط فيهم، بيديهم حاجات محدش تاني بيعرف يديها لهم. تمام فخلينا اتفق معاكي،
طول ما حضرتك او الاب او الام بيعرف يدي لاولاده كل حاجه هو نفسه مبقاش عنده مشكله، الطفل مبقاش عنده مشكله خالص. أوكي. تمام. فخلينا نتفق ان احنا خطوات كده مع بعض. اول حاجه خالص ان انا ابتدي اتفاهم، انا كل شويه بنعيد اهو، ابتدي اتفاهم واحده واحده مع الزوج او الزوجه على الانفصال والخطوات اللي احنا هننفصل فيها. ما اقعد بعد كده مع الولاد بالتدريج بقولها لهم واحده واحده، ابتدي اعمل الحاجات الاجتماعيه اللي كنت بعملها العاديه زي ما هي، وبلاش تستغلوا الولاد كسلاح للانتقام من بعض، لان الحاجات دي بتاذيهم نفسيا جدا، الحاجات دي بتضرهم. طب نقول ايه للاشخاص اللي بتستغل النقطه دي؟ يعني لو انا دلوقتي واخده اولادي مثلا وبستغل نقطه زي دي تقولي لي ايه؟ اقول لك ايه؟ هقول لك كاس ودير. يعني هقول لك الولد زي ما بتعلميه هيعمل معاكي. يعني لما تعلميه يبقى قاسي على باباه ويكذب على باباه، او بتعلمها بتعلم الولاد دي يعملوا كده مع مامتهم، هم مش هيبقوا عارفين بعد كده يعملوا كده مع مين. انت تربيتي جواهم ثقافه معينه وسلوك معين، مش عارفه يطلعوه مع مين ومع مين او مع مين. لا زي كده ما علمتي ابنك الكذب هيبقى معاكي صادق؟ لا خلاص تعلمي كده. فلما هتعلميه القسوه هيشرب القسوه، هيبقى قاسي على كل الناس، هتعلميه كل الصفات، مش هيقدر يفرق بعد كده بابا ماما بحب ما بحبش، هيعمل مع كل الناس نفس الطريقه. فخلي بالك، هو انت هتتقي ربنا في الولاد، ربنا هيكرمك فيهم قوي. ويوم ما هتقولي لا والله حتى لو هو وحش احنا ندعي له، بابا زعلك او ماما زعلتك، ادعي معايا ربنا يهديها، بس هي برضو بتحبك. خلي بالكم الولاد لما يجوا يشتكوا لكم مثلا في زياره، الزيارات دي ده بابا عاملني وحش او زعقني، وكان رد فعلك انت كويس، الولد هيفضل طول عمره فاكره وهتربي جواه الرحمه. بمعنى ان انا اقول له ايه مثلا؟ يعني مثلا لو هو قال لك يا ماما انا رحت لبابا شتم عليكي وقال 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 ده ما بيحبكيش، يا ولاد ممكن يكون بابا ما يقصدش، بس هو بيحبني وبابا طيب، ممكن كان متعصب. خليهم يتعودوا يلتمسوا الاعذار للي قدامهم. أوكي. فهيتربوا على كده، يبقى عندهم حته الرحمه والتماس الاعذار. أوكي. فمش هيبقى عندهم اسقاط على طول من اللي جواهم. حتى الولاد بعد كده لما هيقابلوا الاب هيقولوا دي ماما ما بتقولش على حضرتك كده، دي بتقول عليك، هو نفسه هيبقى عنده خجل. لكن لما تردوا الاساءه بالاساءه والاهانه بالاهانه والعند بالعند، انتوا خليتوهم في النص، هم هيبقوا مش فاهمين حاجه بس أصلاً. هيبقى هيبقوا كوكتيل وحش جدا. زي كده مثلا يقول لي ايه، انا اللي يشتمني اشتمك اشتمه، لا ده اسلوب، بس ده اسلوب مش طبيعي. فلا خلينا ما تبقاش بينج بونج، الحياه مش بينج بونج، الحياه بالعكس. انت تدي تدي قوي 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 قوي، لانك هتلاقي الزرعه بتاعتك طالعه لك كويسه وفيها كل حاجه كويسه. ميرسي جدا على الكلام ده الجميل. طب قولي لي حضرتك، بالنسبه للولاد لما مثلا يجوا بقى في الاخر في حوار او في اي علاقه عائليه مش لطيفه، يجوا فجاه يرفضوا طرف من الاطراف، الام او الاب، في حد فيهم السبب؟ يرفضوه تماما. شوفي هقول لك على حاجه، اوقات الطفل ممكن يرفض بسبب حاسس بجفا من الاب او من الام، ودي بتحصل وبشوفها كتير جدا. فنبتدي نحنن قلب الاب او الام على الولد عشان يتواصل معاه. طب خلاص هو مش قادر، الولد رفض، هتعملي ايه؟ ما خلاص ما هو اللي قدامه مش قادر يشده، مش هتعلمي اللي قدامه. بس ما تسوقيش صورته، ما تسوقيش صورته. انا بلاقي بقى مشكله مع الولاد في المدرسه. اما الولد يبتدي ايه مثلا في ايفنت او في حاجه ما يحضرش الاب او الام، فهو بيشوف مثلا كل الناس جت. حاولوا تخلوا في بديل في حياه ولادكم، او انتوا تبقوا كل حياتهم. يعني لو انت ام لوحدك بتربي ولادك، حاولي تبقي انت اب وام وصاحبه وكل حاجه في حياتهم، هم مش هيحسوا حاجه ناقصاهم. وما تعمليش سبوت قوي على الحاجات اللي ناقصه عندهم. يعني ما تحبش كل شويه تقولي انت زعلت ان بابا مش جه، انت انت زعلتي ان ماما ما كانتش موجوده. ما نلفتش النظر خالص، ما نلفتش النظر خالص. انت ممكن بلفت النظر ده هم يتضايقوا اكتر، لكن لما انت تديهم الحاجه اللي هم محرومين منها هم يبقوا مبسوطين وسعداء جدا ومش هيحسوا بالفرق ده. طب برضو تعلمي ولادك ازاي يواجهوا المجتمع. يعني مثلا لما يروح عند واحد صاحبه، هي باباك مش بيبات في البيت؟ هو اللي عايش معاك ده مش هي مامتك؟ معقول مش بتجيب لك مش بتعمل لك؟ علموهم فن الرد. يعني علمي الولاد كمان فن الرد، وان هم ما يتصدموش من السؤال خالص. علموا فن الرد، فن الثقه بالنفس، وازاي يتعاملوا مع كل ده هم مش مهزوزين. خلي بالك الطفل المهزوز اللي حاسس ان كل ده حصل غصب عنه، او مش فاهم حصل ليه، اما تيجي تواجهيه بالحقيقه بينكمش ويجي له نفسيته تتعب، ما عرفش يرد، ممكن يبقى عنيف جدا، ويبتدي يسرق، يبتدي يكذب. فانت حتى علميه فن الرد، ازاي يرد. مثلا لو حد من اصحابك قال لك كذا، انت قول له لا بابا ازاي، بشوف بابا بس ما بقاش يبات معايا، بس انا بالعكس انا
في ابهات بتبقى مسافره، في ابهات دكاتره ما بيقعدوش قاعدين في البيت اصلا، يعني دايما الردود مفروض تبقى كده، ان مش كل الابهات عايشين في نفس البيت. شوفي للاسف الجيل الاطفال الجديد في نسبه كتير في كبيره متنمرين، يعني بيشوفوا صاحبهم ده عنده عيب ايه وابتدوا يتكوا على الجزئيه دي، بالذات لو هو طفل كيوت وضعيف وما بيعرفش يرد فبيتعبوا نفسيته اكتر. فربي ولادك على الشخصيه القويه والثقه بالنفس في كل حاجه بقى، اذا كان اب مسافر، اب ممكن خلي بالك في اوقات يقعد 6 ايام ما بيشوفهمش، يشوفهم يوم الويك اند بس. صح، فعلميهم. فبتحسي كانه اب زائر، يعني هو فسح بالظبط وخروج وقعده لو هتعمل وخلاص. كده او هتعملي كده فعلى الاقل في مكالمتين في اليوم، عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ متابعه. يبقى في متابعه وفي تواصل، دي اهم حاجه. وعندنا دلوقتي السوشيال ميديا مفيش حاجه، في مش قادر تتصل، في رساله مش قادر، في واتساب، في كذا كذا حاجات حاجه. كتير. فخلينا نتفق دي امانه في الاخر، والولاد امانه بالنسبه لنا، وحطوا في دماغكم الولاد زي ما تعملوا معاهم دلوقتي يتعاملوا معاهم بعد كده. تمام. طيب بالنسبه بقى مثلا ان بعد الطلاق ممكن يكون الناس اوريدي متفقه ان هي تتطلق وخلاص، والحياه بايظه ومفيش فيها امل، بس فجاه تلاقي الراجل حل في عين الست بعد ما اتطلقت، والست حليت في عين الراجل، وتبتدي تحصل صراعات. دي صراعات سببها عشان ايه؟ مش عايزين يرجعوا، عشان عايزين يرجعوا، عشان في طرف عايز يرجع والطرف التاني مثلا لا، او كده، يعني حاجه من هذا طيب. بصي القبيل. عشان انا هقول لك ان انا فهمته. بصي انا بعد ما بينفصلوا اوقات مش بيحلو في عينك، بتفتكري الحاجات الحلوه اللي عملها معاكي. وهو كمان لما بيعرف حد بعديكي بيشوف، بيقارن، المقارنه فبيلاقي اللي قبل احسن. فبيلاقي لا والله يعني ده انا اللي كانت معايا مثلا او اللي كان معايا كان احسن بكتير. طب انا لو كنت اديت لنفسي فرصه تانية وكنت صلحت او صلحت منها كانت الدنيا اتحسنت، بس انا اتسرعت. عاده الطرف يبقى عايز يرجع بيقدم كل التنازلات وكل الحاجات اللي قدامه كان بيطلبها منه الاول. صح، يعني مثلا لو انا مشكلتي كانت معايا عشان ما بيسالش عليا يبتدي يسال، مشكلتي بقى عشان المصاريف فيبتدي يديكي يبتدي بزياده يصرف. جدا. فعشان كده ربنا ادانا 3 شهور. صح؟ صح، فرصه، مهله. 3 شهور دول خلي بالك، انت عارفه ان الدين بيقول لك تقعدوا في نفس البيت؟ بس احنا للاسف ما بنعملش يعني. بناخد الشنطه ونمشي. بنمشي. فبالتالي ال3 شهور دول في فرصه فيهم. العمر كله فيه فرصه. انت نفسك بتتغيري، هو نفسه بيتغير. ممكن بعد مده تقول لك والله انا كنت مضغوط او كنت مضغوطه. اللي بيرجعكم ايه بقى؟ دي بقى المفاجاه والنصيحه لازم ايه بقى نقولها. اللي بيرجع؟ احنا فاضل لنا الكويسه دقيقتين بقى. ايه المعامله الكويسه اثناء الانفصال؟ اما تكونوا انفصلتوا من غير اهانه، من غير غلط، من غير تشويه صوره، باحترام، بادب، بحب، يقول لك انا سبتها او سابتني. بس ده نادرا لما بيحصل، نادرا. شوفي هقول لك على حاجه، ممكن يكون عشان انت المجتمع فيه كان الحاجات دي، بس دي الحاجه الوحيده. لو عايزين الباب يفضل مفتوح شويه، خليكم محترمين مع بعض. هيبقى في مجال وفي حاجات كتيره جدا، حتى على الاقل طريقه التواصل بعد كده باحترام وادب. لو عايز يرجع يقول لك والله دي ست بعد الفصال كانت محترمه احسن من الاول. وهو كان احسن من الاول. وبلاش تحاولوا عايزين تثبتوا قدامكم انتوا بقيتوا احسن عشان يندم عليكم، لان اوقات هم بيعملوا كده وتقول لك انا رجعت لقيته اسوء من الاول. ف ما هو بيبقى ممكن بقى في الفتره اللي في النص ديت بيبقى كويس، بس بعد الرجوع تاني يبقى اسوء. بصي خليني اتفق معاكي عشان بس نقول للناس مفيش حد بيتغير. احنا بنحب عيوب بعض. يعني مفيش حد مثلا اقول لك انا بعد الجواز هخليه مثلا، لا لا لا، ما حدش بيتغير. ولكن كل انسان فيه مميزات فيه عيوب، انا احب عيوبه قبل مميزاته. هعرف اعيش مع عيوبه خلاص كده الجواز ناجح. مش عشان هو بيديني حاجات كتيره فانا معلش هتغاضى على الحاجات اللي بتضايقني. لا انا بشكرك جدا جدا، وللاسف الحلقه خلصت حبيبتي. بسرعه والله، وان شاء الله لينا لقاء تاني باذن الله. ميرسي، ان شاء الله. الحلقه خلصت النهارده، وبشكر الدكتوره ايمان الرئيس، وان شاء الله للمشاركات في فقره كلام موزون عندنا صفحه الفيسبوك ساعه مع رانيا، للمقترحات والحاجات اللي انتوا عايزين تقدموها. مع السلامه.